اهلا بكم في فيديو جديد من قناه فتاة عضلات. وحشتوني جدا 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 يا جماعه. على فكره النهارده جسمي مكسر خالص بسبب ان انا اول يوم رحت الجيم امبارح، لدرجه ان النهارده ما قدرتش اروح. بس مش كسل، ده عشان عضلاتي وجعاني، مش قادر. يعني لو رحت الجيم مش هقدر اشيل اي حاجه. اول يوم في الجيم ده بيبقى صعب جدا، لان انا بقى لي فتره كبيره منقطع، فكاني لسه بادئ جيم من اول جديد. المهم يا جماعه نخش في الموضوع على طول، مش عايزين نطول. الاول بس يا جماعه اطلب منكم طلب، يا ريت عايزين 5000 لايك على الفيديو ده. انتم مقصرين جدا في الدعم اليومين دول بصراحه يا جماعه، وطبعا لما دخلت الدراسه التفاعل وحش قوي، فبصراحه حاجه محبطه شويه يا جماعه. فيا ريت معلش يا ريت تهتموا بالشير واللايكات والكلام ده وكده يا جماعه عشان خاطري. لو انت اول مره تشوفني يا ريت تنزل فورا تحت الفيديو، هتلاقي في زرار احمد مشترك او سبسكرايب، دوس عليه هيتحول لرمادي، وهتلاقي في جنبه زرار الجرس دوس عليه واختار ارسال كل الاشعارات عشان يجي لك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. وعايز اقول لكم يا جماعه ان في عندي 3 قنوات تانيين: تفجير وتدمير الالعاب، ببجي موبايل والحاجات دي، فريق بومبر جيمنج العاب الجرافيك العالي. الكلام ده اللي اتكلم فيه موضوع منوعه، كل القنوات دي هتلاقوها في موجوده في الديسكربشن او في القنوات المميزه في الجنب. ويلا بينا نبدا على طول من غير مقدمات كتير. بصوا يا جماعه النهارده انا جايب البيضه اللي هي الكندر جوي عشان اجربها واقول لكم تقييمي ليها، هي تستحق ولا لا. طبعا انتوا عارفين كويس قوي ان انا جربت قبل كده بيضه كان اسمها كينج ايج، كانت بخمسة جنيه، ولما فتحتها لقيت المحتوى بتاعتها ما تستحقش السعر بتاعها خالص. وقلت لكم يعني ان انا مستحرم ان في اب يشتري البيضه دي، اللي يعني تعتبر ما تستاهلش بصراحه. ففي ناس قالوا لي الاحلى منها بكتير هي البيضه الاصليه اللي هي الكندر. فانا النهارده جايب الكندر ب 16 جنيه، البيضه دي ب 16 جنيه اغلى اضعاف اضعاف. فعايزين نشوف بقى هل تستحق ولا لا، هل دي تستحق ولا لا، هل المحتوى بتاعتها احسن ولا لا. طيب مكتوب تحذير: لعبه غير مناسبه للاطفال الذين يقل سنهم عن 3 سنوات. انا كام؟ 36. طب سوري يا جماعه، مش قصدي. على فكره ايه ده يا جماعه، ده كاتب لك صنع في الهند، في شركه فريرو الهند. يا سلام. طيب بصوا يا جماعه ده الشكل بتاعها، بس هو مش مهم الشكل، المهم المحتويات. طيب هنفتح كده يا جماعه ونشوف محتوياتها ايه. هنفتح ونشوف. انا عايز اعرف ايه الفرق اللي مخلي دي ب 16 جنيه. يا لهوي 16 جنيه يا لهوي يا جدعان. طيب اول حاجه ايه ده؟ ان شاء الله بيقول لي العربيه اقرا واحفظ، تنبيه لا تستهدف العين انوك يصفر ذلك عن اصابات خطيره، ومكتوب بالهندي ورا. طب ايه ده دي اللعبه بتبقى طياره كده، بنعمل طياره. طب دي بتطير يعني ولا ايه؟ يعني مش فاهم. بصوا يا جماعه هنا في لعبه جوه اهي، هنطلعها. بس ده تقريبا مجرد طياره منظر. ايه ده يعني؟ استنى يا جماعه ما احاول اركبها. يعني مش مستظرف اللعبه خالص. خلينا واقعيين طبعا ان ممكن طفل صغير يفرح بلعبه زي دي، بس حتى يعني ايه الممتع انك طياره وتركب فوقها مروحتين ورق كده؟ يعني حتى ولا هي بتطير ولا هي اوكي. انا عارف يعني ان طبعا اكيد مش هيحطوا جوه الكندر ديت العاب غاليه، بس مش لدرجه ان ده. حتى انا عايز اقول لكم الورقتين بيقعوا حتى، يعني انا مجرد لمسه كده تلاقي الورقتين. يعني مش عارف يا جماعه، انا مش مقتنع بالمنظر ده. يعني بصوا يا جماعه الطياره فوقها كده المراوح بتاعتها، يعني مش مقتنع. يعني زي ما يكون ضحك على الاطفال، ملهاش اي لازمه. انا صراحه شايف ان هي ملهاش اي لازمه، يعني حتى اللعبه ما هياش ثابته، حتى المراوح دي مجرد لو انا قلبت الطياره المراوح دي هتقع. يعني الفكرة عايز اعرف منكم بقى في الكومنتات، هل الالعاب دي بتبقى ثابتة ولا مجرد كل واحد وحظه وكده؟ ده كمان عاملين لها ورقة بطريقة التركيب. طب هي دي مستاهلة طريقة تركيب؟ انا يبقى مبدئيا اول حاجة تقييمي للعبة ما تستحقش خالص. يمكن لو كانت تبقى لعبة بسيطة كده متركبة جاهزة، مش لازم التركيبات دي كلها ومن غير ورقيات والكلام ده. يعني مثلا لو شخصية ميكي ماوس او شخصية حاجة، مجرد شخصية كده بلاستيك الطفل يلعب بيها ماشي كده تبقى احسن، انما اللعبه انا مش مقتنع بيها تماما. يعني ودي بصوا هنا استيكر، معرفش ده استيكر ولا ايه، عشان تلزق يعني الطيار على الطياره، ده الطيار تلزق. مش لا لا بصراحه ما اقتنعتش باللعبه تماما، حاسس ان هي زي ما تكون يعني حاجه
طيب ديت بقى بصوا جوه هنا هتلاقوا فيه دي المعلقه وده بقى الشكل من جوه بصوا مذهبه كده شكلها حلو بس اما نشوف بقى المحتويات نفتح بقى كده يا جماعه بصوا شكلها عامل ازاي ماشي نفتح كده ايه ده كفته دي ولا ايه معرفش اول ما فتحت لقيت حاجه كده فكرتها كفته والله بصوا ايه والله العظيم والله فكرتها كفته بصوا يا جماعه ده المنظر يعني هقول لكم حاجه اول حاجه هي طعمها جميل جدا كطعم يعني الطفل يتبسط بيها جدا اذا كان انا ككبير واتبسطت من بالك الطفل بقى يعمل ايه بس في نقطه هنا شايفين يا جماعه الشوكولاته البيضة اللي تحت ديت طب ثواني بس ايه هاكل الحاجات الكور ديت الكور مش وحشه طيب بصوا بقى الشوكولاته البيضاء اللي جوه تحتها في شوكولاته عاديه اللي هي الشوكولاته البني انا كان رايي ان الاحلى في تنظيم بتاع ديت ان تبقى متقسمه نصين نص ابيض ونص شوكولاته ما يبقاش الشوكولاته البني تحت البيضة عشان ما تاثرش على طعمها يبقى انت ايه تاكل الشوكولاته البيضاء لوحدها والشوكولاته البني لوحدها يعني ده بيبقى اللي هو زي الشوكو اب زي نظام الشوكو اب كده انما ان انت تحط الشوكولاته البيضاء فوق والبني تحتها انا شايفها مش ظريفه يعني في نهاية الفيديو عايز اقول رأيي بقى هل البتاع دي تستحق ان انت تشتريها لابنك ولا لا طيب بالنسبة للمحتوى كشوكولاتة والبسكوت المقرمش اللي جوه والحاجات دي هي حلوة مش وحشة بس شايف ان ما تستحقش السعر ده يعني 16 جنيه عشان شوية الشوكولاتة اللي جوه دول مش عارف حاسس كتير جدا ده انت لوح شوكولاتة كامل جالاكسي مثلا بيبقى 8 و10 جنيه فالحبة دول يعني 16 جنيه على المحتوى ده انا حاسس كتير انا حاسس ان اللي مغليها ان هي حاجة مستوردة انما المحتوى كتير يعني غالي جدا انا شايف يعني هو طبعا المحتوى بتاعها احسن من الكينج ايج بكتير بس يعني هو اللي مغليها غالبا اللعبه واللعبه ما تستحقش يعني انا شايف اللعبه ما تستحقش خالص انا لو عندي ابن صغير ما اشتريلوش دي عشان اللعبه الهبله دي ده انا اجيب له شوكو اب عادي اي شوكو اب عادي ومثلا واشتري له انا اي لعبه يا يعني لعبه هبله قوي ما أنا حتى الطفل مش هيستفاد ده ممكن الطفل يبلعها يا مؤاخذه اللعبه الصغيره دي ممكن الطفل يبلعها مش مفيده يا جماعه والكميه قليله جدا بتاعت الشوكو اب يعني حتى ما كانوش مليين الشوكو اب للاخر ده كان نصها مثلا طب لا يعني كتير يا جماعه كتير بجد كتير انا شايف كتير بس خد بالك من حاجه برضو عشان خلينا واقعيين ان ممكن تبقى انت مش مقتنع بحاجه بس غصب عنك تشتريها لابنك للاسف الاطفال يعني ساعات بيبقوا ايه اللي هو خلاص هو عايز دي يعني الطفل انا بشوف اصلي في سوبر ماركتات كتير الطفل اول ما يخش السوبر ماركت يشاور لابوه على البيضه اللي هي بتاعت الشوكولاته فخلاص هو عايزها خلاص فانت لو لقيت ابنك مرتبط بيها وعايزها باي طريقه حتى لو انت مقتنع ان مالهاش لازمه مش هتعرف ما تجيبها له مش هتضطر ان انت تجيبها له في الاخر يعني فاهمني؟ انا بستغرب يا جماعه من الاسعار دي تخيل مثلا لو موظف المرتب بتاعه 2500 3 يعني في اليوم 100 جنيه ولو اقل من 3000 يعني بقى اقل من 100 جنيه طب انت ميزانيه اليوم 100 جنيه هتشتري لابنك الصغير بيضه شوكولاته ب 16 جنيه طب لو عندك ابنين كمان كبار مثلا وعايز واحد منهم تدي له مصروف مثلا يجيب حاجه حلوه هيبقى مثلا هتدي له 20 جنيه ده ال 20 جنيه الوقت ما عادش تعمل حاجه ده انت ابنك لو هيركب تاكسي رايح جاي هيدفع اكتر من 20 جنيه بصراحه يا جماعه لا انا بستغرب بجد ربنا يكون في عون الابهات بجد يعني
الاسعار بقت نار بطريقه بشعه. انت تخيل بس، انت لو عندك مثلا 3 ولاد وهتدي للولدين كل واحد، مش هتقدر تدي له اقل من 30 جنيه. خلينا واقعيين، ده 30 جنيه قليل كمان دلوقتي. كل واحد من عيالك الكبار تدي لهم 30 جنيه، وابنك الصغير هتشتري له البيضه ديت، يبقى انت دفعت كام في اليوم؟ يبقى انت دفعت 75 جنيه. احنا ما اتكلمناش لسه في غدا ولا سندوتشات للفطار ولا عشاء ولا 8 دروس، ولا يعني مرتب الشهر يا دوبك ممكن يكفي بس مصروف الولاد. بجد ربنا يكون في عون الناس. انا بستغرب ايه ده، الاسعار بجد صعبة جدا. تخيل يا جماعة، انا وانا في السن ده بجيب بيضة شوكولاتة. بس يلا معلش عشان اجرب لكم الفيديو بقى، بس بصراحة طعمها كان لذيذ بس الكمية قليلة جدا. باي باي.